السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي جريدة الحدث 24، مرحبا بكم معنا. كما شفتوا معنا في هذه اللحظات كان مغادرة وفد ديال والي الجهة والمسؤولين الكبار بمدينة فاس بعد أداء صلاة الاستسقاء طلبا للغيث. فالآن خارجين الوليدات حفظة القرآن في هذه اللحظات خارجين من المسجد بعدما أدوا صلاة الاستسقاء طلبا للغيث من العلي قدير. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ديال الاجواء ديال المغادره ديالهم كما كنشوفوا معنا المتابعين. نسال الله انه يسقي الغيث ويجعلنا من القانطين ان شاء الله. اشوف يلا كل مجموعه تجي مع ديالها، كل مجموعه مع مجموعه ديالها، كل مجموعه مع فين وخارج؟ أصبح فجر وغيره. وخا الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم سي الامام. هذا تصريح بخصوص هذا اليوم ان شاء الله. شكون هذا؟ اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. نسال الله سبحانه وتعالى، الله نطلب الله يرحمنا برحمته. هذه هي من سنن الاسلام، ولكن المقصد الاعظم من مقاصد صلاه الاستسقاء هو اظهار الحاجه والافتقار الى الله عز وجل. فالمؤمن هو هذا شأنه، شأن المؤمنين أنهم يلتجئون إلى الله تعالى في البأساء والضراء وفي حالة السراء أيضا، فهم يلجأون إلى الله ويحتمون به، يسرعون إليه سبحانه وتعالى ويفرون إليه في مثل هذه الأمور حينما يشتد القحط وحينما يكون الجفاف. فهم يلتجئون إليه سبحانه وتعالى لأنه لا ملجأ منه إلا إليه، ولا يمكن أن يستجيب لحاجات الناس إلا ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى، فهو القادر على أن ينزل الغيث كما قال سبحانه وتعالى، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. نسأل الله تعالى أن يقابلنا برحمته وكرمه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وهذه سنة دعا إليها أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله اقتداء بجده المصطفى الأكرم صلى الله عليه وسلم. حين كانت يشتد القحط كان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى المصلى ويصلي صلاة الاستسقاء ويدعو الله عز وجل لتغيير حال العباد
لاستنزال الغيث. نسأل الله تعالى أن ينزل علينا الغيث النافع إنه على كل شيء قدير. السلام عليكم. مسكنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. كانت هذه هي تصريح ديال الإمام ديال المسجد بعدما تم الأداء ديال صلاة الاستسقاء مع خطبة ديال الاستسقاء. فتحية لكم متابعينا، نطلبوا من الله سبحانه وتعالى أنه يسقينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين. هذا هو الغاية والمغزى من هذا الشيء إن شاء الله. بارك الله فيك الله حبيب. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وارزقنا الغيث نافعا مغيثا إن شاء الله بحول الله تعالى.